طبعا اصدقائي، ها هي اللحية اللي رح نشتغل عليها، شايفينها معي. طبعا الزبون محدد اللحية لحاله ونازل شوي فيها لتحت، فنحن رح نحاول نسمك هاي اللحية ونعطيها عملية تدريج بشكل يكون حلو ويطبق مع تسريحة الشعر. شوفوا هذا الفيديو للأخير وتابعونا لحتى انتم كمان تستفيدوا. اول شغلة رح نجيب ماكينة واهل ماجيك، هاي هي شايفينها معي. رح نبلش اول شغلة، شوفوا معي، رح افتح اول خط من هون هيك، شايفين الاذن من هون هيك بهاي الشكل. مناوير الماكينة، مقبض الماكينة الى الامام بهذا الشكل هيك، شوفوا معي. اول ضربة بطلع لفوق لهون هيك، شايفين معي لهون. نطفي الماكينة، بنجيب ماكينة بيبيليس هلا اللي هي هاي، شايفينها معي. هلا اكيد رح يطلع معي مثل خط هون، رح حاول ادمج هذا الخط بماكينة بيبيليس. هلا رح نجيب ماكينة ما تحت الصفر انديس، هاي هي شايفينها معي. كمان نعطي عملية ما تحت الصفر هون. خلصنا كمان من ماكينة انديس، شوفوا معي. هلا اصدقائي رح نجيب الرقم النص اللي هو هذا، شايفينه معي، رح نحطه كمان ماكينة واهل. شوفوا بقدم المناويل لقدام، افتح خط كمان هون، شوفوا معي. تقريبا اصبع. هلا رح فك المشط، رح حط المناويل على النص، رح حاول درج هذا الخط، شايفين معي هذا اول خط. شوفوا معي، قدم المناويل شوي لقدام. شوي كمان قدموه لحتى يندمج هذا الحرف معنا بشكل صحيح على الأخير. نرجع شوي لورا هون، شوفوا معي كيف. هلا رح نجيب الرقم واحد اللي هو هذا، شايفينه معي اصدقائي. كمان المناويل لقدام، نفتح خط كمان هون. اذا بتطبقوا هاي الطريقة ثق تماما انك رح يطلع معك نفس هاي اللحية اللي عم نشتغل فيها. طبعا احنا سما خلصنا، ما فيني اعطيك نتيجة هلا، بس انت رح تشوفها اكيد اذا انت معنا لهاي الدقيقة بالفيديو ورح تستفيد. هلا نفكوا رقم واحد، نجيب الرقم النص هذا هو، شايفين ما يطلع خط خفيف هون، يعني عملية تفتح خط وتدمج، تفتح خط وتدمج. مناويل لقدام، نركز على الحرف هذا. نرجع للنص شوي مناويل، نقدمه إذا بحاجة. في حال اذا لساتك شايف مثلا خطوط خفيفه، رقم النص ما عم يشيلها، لا تتلبك، ما في مشكله، شيل الرقم وارجع على نص الماكينه، حط المناويل على النص هيك وحاول بزاويه الماكينه هيك، شوف بس لا تخلي خط، حاول دمجه يعني. نقدم شوي لقدام، طبعا بتشكر جميع الاصدقاء اللي دائما بيعلقوا اول تعليق لما بينزل الفيديو، نحن كثير بننبسط لما نشوف هاي التعليقات الحلوه.
وهلا راح نجيب رقم 1.5 هذا هو. من وين لقدام على هذا الحرف. كمان اصبع. طبعا الشوارب راح نخففها نحن، فلازم نخففها من هلا. شايفين معي هذا هو اصبع تقريبا. نشيل الشوارب كمان من الجهه الثانيه من هون. طبعا احنا بنشتغل جهه واحده لحتى يكون الفيديو قصير ومفيد. دقيقتك اللي عم تشوف هذا الفيديو هي كثير غاليه علينا، فما راح نحاول نخليك تحضر شيء وما تستفيد منه. هذا هو شعارنا دائما، دقيقه المشاهد غاليه كثير عنا نحن. وهلا رح نرجع اصدقائي، شايفين معي هذا هو الخط، رح نرجع الرقم 1 اللي هو هذا. من وين لقدام، نركز على هذا الحرف. والله العظيم طريقة جدا سهلة، بس بحاجة إلى تركيز وما تحاول تفكر بشغلات تانية، يعني خاصة تدريج بحاجة إلى دقة. يعني لا سمح الله إذا حبيبتك عملت لك بلوك على الفيسبوك أو على الواتساب وبدك تنزل على الشغل، فأكيد ما راح يطلع معك هذا الشغل. فحاول زد مشاكلك دائما برا الشغل لحتى تاخذ نتيجة حلوة وتعطي نتيجة حلوة للزبون كمان. شايفين معي؟ في حال إذا وجود خط خفيف برجع على رقم النص اللي هو هذا. بحط المنويل للنص هيك. طبعا احنا عم نعطي دقة 3D وعم نصور بكاميرا 4K. هاي الكاميرا معدات جديدة جبناها لكم لحتى تشوفوا الفيديوهات بشكل أوضح. وهلا راح نحط رقم 2 هذا هو، شايفينه معي. كمان نشتغل هون اصبع تقريبا. هلا نجيب 1.5 هذا وين. منويل على النص. حاول قدمه ولا قدام. مشت الشعرة هيك بهذا الشكل. شايفين معي؟ إذا ضل خط خفيف برجع على الرقم 1 من وين لتحت. قدم شوي على النص. قدام ما قبل الأخير. لقدام آخر شيء. وهلا أصدقائي راح نجيب ماكينة بيبيليس تبع التحديد، راح نحاول نحدد من هون. شوفوا معي هيك. نزل الشعر لتحت. مشط شوي هيك.
وهلا رح نحاول نحدد طبقة تحتانية. نشد لتحت هيك. الجهة الثانية كمان نفس الشيء. نزل الشعر لتحت. دائما بدك تركز على نقطة البداية ونقطة النهاية باللحية. نرجع نكمل من هاي الجهة كمان، نشط الشعر هيك. نحاول بهذا الشكل هيك. بدك تنتبه على الشعر تحت ما يكون نازل لحتى يكون متساوي. نشد لتحت. هلا هون كمان حاول هيك بهاي الطريقة الشعر الزايد شيله. هيك خلصنا عملية تحديد من هون ومن هون أصدقائي، شايفين معي هلا صار عندي مثل كثافة وتدريج، صار مثل خط هون. فأنا شو راح أعمل؟ راح أجيب المشط، هذا هو ماكينة التحديد، راح أحاول أدمج هاي الطبقة، بحاول أحط المشط هيك بهذا الشكل، شوفوا معي، وبشيل راس الشعرة. مشط لتحت بهذا الشكل. شايفين معي بلش يتدرج معي شوي شوي، لسه في عندي سماكة هون شوي. هذا الشكل. شايفين معي تقريبا طبقت، ضل شيء خفيف، هذا هو هون هون. بهذا الشكل هيك. وهلا اصدقائي رح نحاول نشيل الشعر من تحت بماكينة انديس. وهلا اصدقائي بعد ما خلصنا تحديد وكل شيء هون رح نحاول نفتح السكسوكة من هون، نشطها لتحت هيك. شوفوا معي كيف. طبعا الزبون صار له زمان مو محدد السكسوكة، فرح نحاول ننتبه شوي لحتى ما تتحسس. ننزل الشعر لتحت هيك بزاوية الماكينة، بعدين طبعا رح نحددها بالموس. طبعا خلصنا هاي الجهة كمان، فتحناها بالماكينة. رح نروح هلا على الموس لحتى نبلش عملية تحديد الموس. عملية تحديد هلا رح نبلش من هون. شوفوا معي، بشد الجلد لتحت هيك لورا. شوفوا معي كيف. ما حاول كثير اضغط على الموس لحتى ما يصير كثير احمرار، لاني عم حدد على الناشف انا. هلا رح احاول احدد من تحت، شوفوا معي كيف هيك. انا نظفت بالماكينه، فقط بحاجه اني انا اقبس الشعره لحتى تعطي جماليه اكثر. وهلا اصدقائي بعد ما حددنا من هون ومن تحت رح نحاول نحدد من فوق، نشد الجلد الى الاعلى بهذا الشكل. شوفوا معي كيف، ما نرص كثير على الجلد. ب
بهذا الشكل هيك. شوفوا معي كيف. راح اشيل الشعر من هون لحتى تبين لحية اكثر، وننزل نحدد سكسوكي بعدين. شوفوا معي هلا راح نحاول نحدد الشوارب. شد لتحت شوي. خلي يكونوا طبيعيين مو كتير. بعدين حاول نحدد هون بهذا الشكل. هلا راح نحدد السكسوكه. حط لسانك هون بالنص براس الموس. شوفوا معي شد كمان. طبعا اصدقائي نحن بنكون لهون تقريبا خلصنا حلقتنا لليوم. حطينا شوي صبغة، شايفين معي هون حطينا شوي لون احلى بهذا الشكل هيك. بتمنى تكونوا استفدتوا من درس اليوم. بنشوفكم بحلقات جديدة. أخوكم جورج توما من السويد. سلام.